تموت الحياة وتبقى الفتيات، باردون وتبقى الذكريات. صراحة الحياة بلا طفلات، باردون جو سوي ديزولي لو تراك لو فينال. الفتيات بحال السروال كبير بلا صمتة، زير الصمتة سي محمد حشومة. لا الحمد لله دابا في عصر لا فيتيس السرعة، دريا كتشوف الصباح العشية كتصيفط لك ميساج اس ام اس روشارج موا سي تو بلاي. وكنت شي زرين شارجي ليه، وكنت تسنف ونتكلف، وكتعيط لعبد القادر. فاش جيت رجعت الهضره في راسي لقيت انا هو المنتج بين عبد القادر وبوشرة. دابا الا بغيتي دير علاقه على الاقل خصك 100 درهم ديال الروشارج يوميا. الو فينك؟ انا في الدوره الاولى ديال دربكم. يلا جي عندي 20 درهم. الو فينك؟ انا دابا في الدوره الثانيه ديال دربكم. يلا وبالي 30 درهم. الو فينك؟ واش اللي درت معاك الدوره الاولى ما جيتيش، الثانيه ما جيتيش، واش غنسقطو هنايا؟ ودوا معنا الله يخليك، وان رصيدكم غير كافي لانجاز هذه المكالمه. ان رصيدكم غير كافي لانجاز هذه المكالمه. في الاشهار كتقولوا لينا درهم للدقيقه. امسو I'm sorry. عرفتي الدريتي شنو كيديروا لونغلي؟ دابا الدريه اللي بغات تشوفك تتقول لك شوف غنشوفك مونداي ولا تيوزداي ولا فريداي، وجساتي وزادنا العاليداي. سامدي سواغ هي العفريتات، علاش كديروا معنا سامدي سواغ؟ والعالي داي 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 وكاع سر وكاع وداك زين العزيز وفولاد حريزام كتوبي وسرفر هاد سرفر هي كلشي في الديسك، إلا ما فهمتيهاش ما تفهمش الديسك. حتى وكاين واحد النوع ديال الدراري كيشوه الدرية في العلاقة، كيمشي حتى لحدا دارهم وكيرسم قلب كبير. فلان سائد فرتلانة تساوي أمور بوغ توجور وممنوع رمي الأزبال وشكرا. الدراري عندنا شي دخلات في شكال، كتجي عند الدريه ما عاد فين شفتك يا حبيبه. اسمي اللي قالت لك سبحان الله العظيم بحال سميت الوالده الحبيبه. اوكي وتيجي خطيبه وتيخلط لي نيفو مع وجهه، مالك؟ ما حملنيش على بونت كنت غنحيدها ليه. دابا الدريه كنتلاقاو مع العاليده صامدي سوعه كتمز كل العالي داي 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 العالي داي وقع سر وقع وداك الزين العزيز وفولاد وسر فر اللي مسخوطة الساتي ما تنضبر لها سر فر سر فر عالم تندل هذا الشعبي بشكال هذا المعنى كدوز معك عام كد تصمت كل مرة أشوفك فيها تبقى نفسي أيوة يعني لا كتضرب معاك عامين ثلاث سنين كتبدا تصنط بلا حب بلا وجع قال سفاح من فوق وسوحلي سكنو مصطفى مشكلة هذا الشيء ديال الدرية ربع سنين كتبدا تكبر الدرية صافي كتروح العلاقة صافي الدرية كتقلب الأغنية المغربية شاف فيا ضحك وزاد وخلى دمعي هواد ما بين الغادي واللي جاي ما بين الغادي واللي جاي. وكاين واحد النوع ديال الدريات ان فوا توقف معاه تشوفو كاش لابس، الا كان الصباط اصورتي مع السروال والقميجه كتقول هذا ولد البلاد خبز وبراد غنصور ما عندو والو. اما الا أما إلا كانت قميجة في الوردي كانت قميجة في الوردي سروال في القصبي سبرديلة في الصفر هو ده أيوة ده هو ده الحب الحق وسبرديلة صفرة أيوة قميجة وردية أيوة وسروال في القصبي ما حملنيش على بونت كنت غنحيدها ليه. كاين واحد النوع ديال الدريات عزيز عليهم الفرشه،
حتى كتكون داير معاك وكدوز ماماها. ماما هو اللي قلت لك عليه شتي كاع ماما اسورتي الفيكتيم وماما حتى هي تتم جايه. والله يرضي عليكم اودي الله يوتيكم الخير بنتي راه درويشه بنت اصل. والله انا في الصراحه وديت تفاجات عمر بنتي شتا واقفه مع شي واحد حتى انا خالتي تفاجات بس الاولى وقفات معايا قلال بنت الاصل وبنت بحال هكا. نصيحه لكم الدراري الدريه كاع اللي تجي عندك وتقول لك راني دويت الماما عليك قلب السات سعود حيت غدا غادي تجي عندك وتقول لك واش دويتي لماماك عليا وتوليو فداها وداها راه ما خل وداها وداها كاين واحد النوع ديال الدريات عزيز عليهم العساق كتلقى النار كامل ويجر فيها من شعرها تزيدي بلا ما تنيرجي زيدي راه غديرونجا وتجي تسولها تقول لك ما يضربني الا كيبغيني يضربني الا كيبغيني ستوب لا لي العنف ضد النساء ما تقش بلادي ما تقش ارضي ما تقش ولدي الصغير ما تقش الخادمات ما تقش اي فاري ولا وحاجه مشكله اي لا مشكله ام سو سوري انا جاتني واحد الفكره علاش ما نشدوش هاد الجمعيات كاملين نجمعوهم في جمعيه واحده ونسميوها جمعيه ديكا الباسل.